حاج نتعرف على حضرتك. محمود حسين دياب، اهلا وسهلا فيك. بكم تحكي لنا هذا الطابون يعني مميز، تحكي لنا عن تاريخ هذا الطابون، وين هذا الطابون، مين اللي سواه، هل في له مثيل في المنطقه؟ المزبوط، لا فيش له مثيل. نعم. انا اقتبسته من الضفه، وتصاحبت انا وشخص اللي بيقولوا له بديش اقول اسمه. سر المهني. ايوه تفضل حاج. اتعرفت عليه وتصاحبت انا وياته. نعم. وبايدي وبايده بنيته. حلو. انا كنت كبلان اقصاره. نعم. كبير، كان معي 50-60 عامل، والحمد لله كان شغل ناجح، ولكن حبيت هاي المهنه انا. نعم. انا نفسي حبيتها، فتصاحبت انا وياه وبنيته انا وياته بايدي. نعم. بايده وبايده. تحكي لنا حاج، طب المسخن هي طبخه او وجبه فلسطينيه قح؟ طبعا طبعا. تحكي لنا عن هاي، قديش الناس بتحب الوجبه هاي؟ كثير كثير. هاي وجبه لها تاريخ. نعم. المسخن اسمه المحمر مسخن. نعم. هاي اكل فلسطيني عريق. نعم. وجبه كثير كثير طيبه. نعم. لو تحدثنا بالنسبه لهاي طبعا الصدوره، هاي شو هاي الوجبات، شو هاي ما شاء الله، يعني احنا شايفين جوا هذاك خروف. خروف؟ اي نعم. خروف كامل. خروف كامل، هذا الخروف الخامس اللي بعمله من شهر رمضان. بشهر رمضان. شهر رمضان، الله يبارك بيته صحتين وهنا. الله يهدي بال الناس، الوضع مليح الحمد لله، احنا عايشين بألف نعمة. امين الحمد لله. الحمد لله. شو هاي؟ هذا بقعد. شو هاي؟ دجاج. بقعد ساعتين بالطابون. ساعتين ونص. اقل شيء، اللي بده ياكل شيء طيب بدها من ساعتين لساعتين ونص اقل شيء. اي نعم. حلو. يعني اكبر شيء سويته عباره عن عبران. اي نعم. مش اكبر من هيك. ما فيش عجل مكتف. في جوا كمان دجاج محشي. نعم. دجاج محشي، اذا بدك تستنى ثواني. نعم. بنشوف. بنشوف ان شاء الله. ثواني. هاي هوبا. احسن لون. حلو. احسن لون. الحمد لله مشهورين. نعم. انشهرنا الحمد لله، انا من شهر ثلاث بس مبلش من هون. نعم. ولكن الحمد لله اكلنا طيب كثير كثير. اسم الطابون طابون ستي، يعني جدتي. جدتي. نعم. انا سميته طابون ستي لانه ستاتنا وامياتنا. حكيت انا ولادي مش هون. نعم. قالوا يا ابو شو رايك تسميه طابون ستي؟ حلو. قلت لهم احسن واحسن. نعم. احسن واحسن. كنا حاجة في ناس طبعا، انتوا هنا بتخبزوا خبز الطابون. اي نعم. اعطينا عم مقاش. وفي شفت برضه الصاج. اي نعم. الناس برضه بترغب الصاج. يعني كل هاي الامور كلها امور تراثيه فلسطينيه شعبيه. تراثيه فلسطينيه. اي نعم. ايش بدها المرأة؟ الرغيف. هي اسف. بدولي مشكلين صغار هون. حج هذا البصل بكون عليه زيت زيتون وسماء وبهار و... جاهز. جاهز. اي نعم. هات لي مشكلة. رميت لك واحد هون شوي. رجالي يا اشمع وارتب. احنا اللي بميزنا كل اشي فريش طازة. كل يوم بيومه بنجيب الدجاج. هذا مهم جدا. الحسن بتنظفه. تليفون الحسن. مع حسن شغلات. نعم. خامر. بخل. بمي. بالطحين. بتنظفه 100%. شايف كيف؟ وبعدين بنفوته. في ناس بيقولوا لنا اسلقوه. نعم. اسلقوا الدجاج. الدجاج. قلت لي هي بشمهندس. لا لا شوف. بشمهندس. بكاش. بيقولوا لنا اسلقوه يا اخي، ليش تسلقوش؟ بعدين بقعد ابرد ساعة بخلص. لا طيب لا. هذا اللي بيميزني عن غيري. نعم. انا بدي اخليه يقعد ساعتين ساعتين ونص
احسن من شهر رمضان. كل عام وانتم بخير، كل عام والامه المسلميه بخير. الاخ جمال حمود، حضرتك جايب عبور لهون؟ الجمعة الفاتت كان عبور وهي الجمعة في عبور. ما شاء الله، الله يهدي البال ويزيد من خير ومن نعيم ان شاء الله. تحكي لنا يعني كيف انت بتجيب الامور اللي انت خاصه فيك؟ يعني انت عندك عزوم اليوم؟ العزومه عند اخوي اليوم، احنا كنا عاملين عزومه الجمعه الفاتت. شو يعني عزومه؟ عزومه اهليه، انا وخطيب خواتي. نعم. حلو. عند امي عند الحجه كل جمعه سبت في اكله مشتركه كلياتنا. حلو. الجمعه الفاتت قررنا نجيب عبور، فكره كانت مني ومن اخوي. حلو. جبنا العبور طبعا للحجه، الحجه حشت برز ولحمه. حلو. وجبناه لمعلمنا هنا. نعم. حطينا الساعة 12 ونص الظهر. معلمنا طابون ستة. لا طابون طبعا، لا من غير طابون ستة أكيد. أها. اعطيناه الساعة 12 ونص الظهر، جينا أخذناه الساعة 7 المغرب. حلو. الحكم زي الشوف. حلو. الحكم زي الشوف والطعمة زي الحكم. الأسبوع اللي فات أنتوا ذقتوا الأسبوع اللي فات إحنا ذقناه وما خليناش منه ولا عظمة. ما شاء الله. العظمة مصناها قبل اللحمة. حتى العظم أكلناه. مو طيب. والحمد لله ما ضلش ولا شيء في شيء، حتى رز ما ضلش وراه. كل عام وانتم بخير. كله انبسط وكله بخير الحمد لله. الله يخليك.